بالتالي كيف سيكون شكل التظاهرات القادم؟ سيخف، ستخف وتيرته أم ستزداد وفق هذه الظروف؟ تفضل. نعم، بالبداية خليني أرحب بكم مشاهدينا الكرام. حياك الله. البداية هي كبداية، احنا من قبل يوم 25 احنا دعينا كل الخيام اللي موجودة في ساحة التحرير من الناس السلميين انه احنا نرفع خيام الاعتصام ونتحول من مظاهر الاعتصام نعود للمرحلة الأولى اللي هي مرحلة الاحتجاج. زائدا توسيع رقعة الاحتجاج، ما نحصر نفسنا بس داخل ساحة التحرير لتشكيل ضغط أكبر على الحكومة. انه اللي صار حسب ما انا اللي شفته بالتقرير مال جنابكم انه صارت مصادمات على جسر الجمهور وعلى جسر السنك. اللي صار على جسر الجمهور وجسر السنك طبعا فد شيء مأساوي قدرنا نتلافاه خلال هاي الايام اللي فاتت. انطينا اسماء للقوات الامنيه، زائدا انطينا ادله للقوات الامنيه على الناس المندسه اللي كانت مزروعه بيناتنا وكانت منتظره العالم قاعد تجي. اتفاق تام ما بين كل الناشطين المدنيين. تمام، الاتفاق والاتفاق والتفاهم مع القوات الامنيه وانطيتوهم اسماء، هذا راح نتناقشه اكثر، لكن اريد اعرف بدايه، قلت رفعنا الخيم، المعلومات تقول من يعني من ناشطين ربما اخرين مقربين لجنابك وزملائك يقولون رفعنا الخيم لان اكو مندسين اجوي ومنتمين لاحزاب وجماعات اخرى توصف بالمندسين جوي للخيم مالتكم، بالتالي ما كان امامكم خيار غير إزالة الخيم والعودة إلى الاحتجاج، وإلا مو منطقي ترجعوا مرة لخ احتجاج من أجل الاحتجاج وتظاهر من أجل التظاهر. تمام هذا الكلام لولا؟ هذا الكلام بشوية ملاغطات بسيطة. أولا احنا ندري من أول يوم احنا دخلنا بساحة التحرير ونصبنا خيمنا، الأحزاب وخيم الأحزاب ومندسين الأحزاب كانوا موجودين ويانا، لكن كان أكو ماكو كان احتكاك، وإذا كان يكون الاحتكاك فكان اللي يكون احتكاك بسيط. لكن تفاجأنا احنا يوم 25 باللي صار، بالتصعيد الغير مدروس، بالتصعيد اللي اساسا احنا ما متفقين عليه. احنا متفقين بين ثوار ساحه التحرير ومتظاهريها وناشطيها وخيمها انه نحيي اليوم بسلميه تامه، ما لنا علاقه لا بجسر الجمهوري ولا بجسر سنك ولا بشارع الرشيد. لكن تفاجئنا انه احنا اثناء ما قاعد نسوي فعالياتنا داخل ساحه التحرير، جسر الجمهوريه صار عليه تصعيد، جسر سنك صار عليه تصعيد، الشارع مال الرشيد صار عليه تصعيد. فقررنا انه خاف كانت في نيتنا انه احنا نبقي من 15 الى 20 خيمه داخل الساحه مال التحرير اللي هي خيم المفارز الطبيه وخيم الدعم اللوجستي للمتظاهرين، قررنا حتى هاي الخيم نرفعها حتى نعيد هيكليتها من جديد ونعيد تنظيمها من جديد. وراجعين احنا من نرفعها مو معناها انه احنا تاركين الساحه او راح ننسحب من الساحه. طيب عندكم معلومه، انت قبل شويه